معنا من بغداد الباحث السياسي نجم القصاب، أهلا بكم سيد نجم عبر سكاي نيوز عربية. تكرار هذه الهجمات على القوات الأمريكية ويعني بالإضافة إلى سقوط طائرة مسيرة بالقرب من السفارة الأمريكية، ألا يوجد أو ألا يعقل أن يكون يتم الإلقاء على أي من منفذي هذه الهجمات، إن كان أفراد أو فصائل أو حركات تابعة للحشد الشعبي؟ تحية طيبة. أولا، كلما تقترب الانتخابات أو كلما تقترب الحكومة المركزية في بغداد إلى دول المنطقة أو إلى شركات استثمارية للدخول والعمل في المدن العراقية، تزداد هذه الضربات، خصوصا الانتخابات المقبلة ستكون انتخابات حاسمة وفاصلة بين الدولة واللا دولة وبين القانون والفوضى. اليوم صباحا قد ذهب نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري مع القائد مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن فايز المعموري إلى الأنبار وإلى قاعدة عين الأسد من أجل الوصول والتفاهم، من أجل من هذه الجهات التي تقوم بهذه الضربات. أنا أعتقد هذه الضربات سوف تزداد، لكن يتوجب علينا اليوم تفعيل الجهد الأمني والاستخباراتي، خصوصا بعد التناغم بين الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العراقي. لكن تعلمين بأن هذه الأطراف تمتلك قدرة متطورة، خصوصا بعد إدخال الطائرات المسيرة التي بدأت تصل إلى قاعدة عين الأسد وقاعدة الحرير في الأربيل، وهذه حالة خطيرة، لأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصادم واقعي وحقيقي بين الذين يحاولون نشر الفوضى في داخل المدن العراقية. الولايات المتحدة في ردها الأخير واستهدافها يعني هؤلاء الفصائل التي تنتمي إلى الحشد الشعبي، كان بايدن واضحا بموقفه أنه سوف يتم التصدي لهم بكافة الطرق. يعني ليس هناك تخوف من أن يتصاعد هذا الموقف ويكون تكون العراق أرض للمعركة من جديد، أو أن يكون هناك حرب أو أي تدخل عسكري أقوى في المرحلة المقبلة؟ نعم، لربما في المرحلة السابقة عندما كان الرئيس الأمريكي السابق ترامب أرادت أن تكون هناك يكون هناك تصادم أو جعل أرض العراق هي أرض تصفية حسابات بين إيران وبين أمريكا، وبالتأكيد سيكون الشعب العراقي هو الخاسر الأكبر بهذه الضربات. لكن على ما يبدو كانوا يعتقدون بأن هذه الأطراف وحتى إيران كانوا يعتقدون إزاحة ترامب ومجيء بايدن لربما يكون تفاهم أكثر من السنوات الأربعة الماضية، لكن هم تفاجؤوا بأن بايدن أصبح أشد من ترامب، وبالتالي بدأ يهدد إيران ويضرب الفصائل التي تمثل إيران خصوصا على الأراضي العراقية. وقبل أيام تم استهداف أحد الفصائل التابعة إلى الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، وكان هناك استشهاد لربما 3 أو 4، وهذا طبعا بالتأكيد نحن نرفض هذه الضربات على الحدود أو على الأراضي العراقية لأنها تعتبر خرقا للسيادة والريادة العراقية. في وقت سابق سيد نجم كانت الولايات المتحدة قد حذرت من إغلاق السفارة في بغداد، ألن تتأثر ربما في عهد بايدن وجود هذه السفارة وربما سيهدد ويحذر من جديد، وبالتالي كيف ستتأثر العلاقات الدبلوماسية العراقية بالولايات المتحدة؟ يعني أولا، إذا استطاعت هذه الفصائل أو هذه الضربات خصوصا بعد إدخال الطائرات المسيرة باستهداف السفارة الأمريكية، أنا أقول لك سوف تغادر هذه السفارة الأمريكية أما إلى أربيل أو إلى دولة عربية مجاورة لربما الأردن. لكن هل إن السفارة وحدها ستغادر بغداد؟ لا، بالعكس، ستكون هناك سفارات أخرى، الاتحاد الأوروبي، التحالف الدولي، وكذلك سفارات دول عربية، وهذا يعني سيعود العراق مثل ما كان في التسعينات. من الذي سيتضرر مرة أخرى؟ المواطن الذي يذهب أو يحاول أن يذهب للدراسة أو إلى العلاج، وهذا أخطر مرحلة يمر به العراق. نعم. إذا فعلا الولايات المتحدة قد غادرت أو نقلت سفارتها من بغداد. الباحث السياسي نجم القصاب من بغداد، شكرا لك.